وين ما كنتوا مشاهدينا بدي حييكم. اكيد هالشتوى حلوه كثير وكانت احلى لو في مي بالبيوت، ولكن للاسف الشديد هلا اليوم بالمتابعات عندنا كثير ردود بموضوع المي، خصوصا للشكاوى اللي وردت امبارح ومن يومين. معلومه بمعلومتنا لليوم، صدر عن إدارة المناقصة مذكرة تتعلق بإرجاء موعد فض عروض مناقصة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة المعاينة والكشف الميكانيكي لغاية 18/1/2016. بعتذر أكيد من المشاهدين، هي كانت مقررة ب 26/11 وصارت ب 18/1/2016. فاصل ومنتبه. منتابع الحل عنا وبتابع موضوع المعلومة. إذن إدارة المناقصات أصدرت مذكرة بتتعلق بإرجاء موعد فض عروض مناقصة تلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية بلبنان وأعمال تصميم وبناء وتجهيز محطات جديدة وانتقال إلى ملكية الدولة اللبنانية، اللي كان محدد بتاريخ 26/11/2015 إلى تاريخ 18/1/2016. وطبعا العروض تقدم إلى قلم إدارة المناقصات قبل الساعة 2 أو قبل الساعة 12 من آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم. هون في إشارة أنه اللي طالبينه بالتلزيم أنه أي شركة بدها تستلم عن الشركة المشغلة حاليا بدها تحافظ على 70% من الموظفين والعمال لديها. وبفتكر هيدي النقطة كتير بتريح يلي عم يشتغلوا حاليا ويلي كان عندهم وقفة الأسبوع الماضي احتجاجية خوفا على مستقبلهم ومستقبل عملهم. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 بياخذ اول اتصال. الو الو بونجور. بونجور مدام، كيفك مدام ربك؟ الحمد لله. عم نعذبك ما تغذينا يا مدام، قصتنا قصة المي وين؟ كل العالم وين مدام؟ بداية المتن، أنا حكيتك من شي شهر مدام بوين؟ بجيبوا لنا هالمي بالليل، يعني بكره الدنيا شتي كل الليل مقضية عم نغسل، ولا مرة بجيبوا لنا إياها بالنهار أبداً. أنت وين بجديدة مدام؟ شارع شاليه سويس. لقلك شو فوق في تراويح؟ قالوا لي لا حيل أخذوا لنا إياها مدري على أي منطقة، بيظهر هنيك عندهم عراس ريشة ونحن لا 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 مدام، كنتوا عم تاخذوا 24/24 بفترة. مضبوط مدام. هلا تحول، يعني كان لانه في اشغال على خط حولوا لكم اياه، هلا رجع الخط للناس اللي كان اساسا ياخذ منها، يعني عندكم انتم خط بيوصل لعندكم، والخط الثاني اللي كنتوا عم تستفيدوا منه راح عند الناس اللي هلا مفروض تستفيد منها. بس مدام ربيت وتبين ما بعتنا اياها مداره مره بالنهار. ايه هيدي نقطه ثانيه، هلا نقطه ثانيه انه اكيد مش كل ليله بالليل بيطلع لكم شي مره او مرتين بالجمعه بالنهار عقله، يعني رح نتبعها نرجع نطلبها. بس هلا حاليا كانوا عم بيصلحوا كمان تراويح بالمنطقه فوق لانه في ناس اتصلوا فيي، بس لازم يكونوا خلصوا، بتصور لازم يكونوا خلصوا. اهلا فيكي، كمان اتصال. الو اهلا مسيو. ايه بونجور مدام ريبيكا. بونجور، نحن بنفتخر فيكي والله يعطيك العافيه. الله يخليك. صراحه يعني ما في عاصفه ما في شيء، عم نحكي المنطق. نعم اهلا وسهلا. انا بدون ما اقول اسمي ما بيأثر، بس في ثلاث اشياء انه كتر خير الله ما عندي مشكله ابدا. اول شيء قضيه الاسعار بالسوبر ماركت، كل محل كل سوبر ماركت مشان هالشعب، يعني بس يقدر بتلاقي اسعار غاليه بتتفاوت، ما في كنترول، ما في مشكله، انا بعطي رايي، ما عندي مشكله بهالموضوع. نعم. المشكله الثانيه في ناس مثلا بيقولوا لي قضيه البنوكي بيروحوا بيتدينوا، حرام 50% بياخذوا منهم على المعتب، ما في وضع معين. بالماضي كنتوا تاخذوا 60 و70 صحتين عليكم، كمان ما في كنترول. اوكي. وثالث خطوه هي قضيه الاجارات، نحن من المالكين. نعم. ايام جدي كان ياخذ 10,000 بالشهر. عيان بيع 20,000 وهذا نحن بس نموت يمكن بيصيروا 30,000، وهذا كل شيء بشترك ما عندي مشكله كثر خير الله. لأقول لك شغله، راي معين. اول شيء بموضوع السوبر ماركت والمواد الغذائيه اكيد لازم يكون في كنترول، حمايه المستهلك حاضره دائما، يعني اول شيء بتنطلق من اتصالات، وثاني شيء بتعمل مرات هي مثل هيك كبسات على المطارح، اذا في اماكن معينه بسوى ينعطاها علم.
بموضوع المصارف والدين، يعني هيدا شيء أكيد نظام مصرفي. وأما موضوع المالكين اليوم في قانون إيجارات نافذ، ولكن المستأجرين منهم راضين عنه، من هيك عم بيطالبوا بإعادة سحبه وإعادة النظر فيه. أهلا وسهلا فيك، كمان اتصال متابعت. بمتابعتنا بدي بلش بموضوع المي والبير المي اللي بعد ما مشي بانتظار اكيد تلزيمه بمنطقه المزموره اقليم الخروب. امبارح حكينا المختار روحانا، بدي اقول لك مختار انه نهار الاثنين اذا الله راد ببلش الملتزم ينفذ على الارض المشروع، لانه مثل ما عرفت مزبوط الدراسه انتهت، وكان يعني مثل ما قلت انت كان في مستوى معين يعني بالطريق، زبطت الدراسة وتلزمت ومبدئيا مفروض التنين يكونوا بلشوا بالأشغال. بأكيد المواطن يلي اتصل فيه امبارح من مجد المعوش بقول انه الخط الأسطر الرئيسي رايح هدر وهالمي سارحة. صحيح نحن اليوم توصلنا مع دائرة علي، هيدا الخط هو خط العريان الرئيسي يلي خط الرعيان الرئيسي يلي بيعطي كل منطقة علي. الظاهر عليه ثلاث مطارح ترويح، وبالمش ترويح أكثر من ترويح، في ثلاث أعطال اضطروا أنهم يوقفوا المي عن كدن القضاء حتى يتمكنوا الصيانة يشتغلوا امبارح واليوم تحت الشتاء، وإن شاء الله تصحى شوي يعني ما كتير يكون شتاء حتى يخلصوا بالأبعد بين ثلاثة وأربعة أيام، لأنه كل القضاء هلأ بلا مي، نطروا الشتاء حتى يوقفوا هالمي بشكل نهائي ليقدروا يشتغلوا عليه. من هيك هيدي المي اللي رايحة هدر هلأ شايفينها عم تتفضى قصد حتى يقدروا يشتغلوا على الأعطال اللي موجودة على الخط الرئيسي. بموضوع البوشرية والسبتية، جواب واحد يعني بمجرد ما توصل المي على البناية يعني في مي، وقالوا لي أنه نهار الأحد أخذوا لفترة طويلة وحتى طلعت على طوابق العالي. أنا يلي اتصلوا فيه وعندي أرقامهم، أنا زودتهم للشركة، هيك بيتواصلوا معكم مباشرة وبيعرفوا شو الموضوع. كمان بموضوع ال بعد في شيء كمان يمكن لا هيدا كل شيء هلا حتى الساعة اللي عندي اياهم بموضوع المي. بس في شيء بعد موضوع النفايات، لأنه حدا سألني إنه أي متى رح تتطبق خطة النفايات. صراحة اليوم في اجتماع للجنة عشية، وبعدنا لهلا يعني الحل النهائي اللي عم نشغل عليه هو موضوع الترحيل، ولكن الترحيل بده وقت، يعني مش بكرة وبعد بكرة وشهر، قضية طويلة لأنه في شروط وما بعرف إذا قضية الترحيل بالبواخر أو غير بواخر كمان هي شغلة سليمة، لأنه كانوا عم ينقال إنه كل النفايات اللي إجا عليها الشتاء بدها معالج وقت ترحل. من هيك يعني بعدنا لهلا بموضوع الترحيل النفايات هو المطروح حاليا آخر شيء، بالوقت اللي في كتير بلديات نحن عم نتواصل معها بيقولوا نحن قادرين نعالج الموضوع، نحن منعالجه يا بمكنة أو بآلة أو بشي من النوع، المهم يعطونا رخص. وفي بعض البلديات ما رح تنطر رخص لأنه بقى فيها تترك النفايات هيك يعني عم بتهدد سلامة وصحة أبنائها. بموضوع الوردانية قضية الصرف الصحي، قضية الصرف الصحي حاليا الشبكة قيد الإنجاز، وفي محطة تكرير كانت أساسا وهلأ حاليا عم يرجع ينشغل عليها، وقالوا لي بالبلدية أنه رئيس البلدية قال لي أنه حاليا البلدية مأمنة صهاريج لسحب المجارير في حال سكرت، لكن أنجزت الشبكة وبسعر كتير رمزي لا يتعدى 20,000 ليرة لبنانية. يعني هذا الجواب يلي قدرت أخذته بموضوع الصرف الصحي بمنطقة الوردانية إقليم الخروب. أكيد برجع باخد اتصالات جديدة. ألو ألو ألو، تفضلي مدام. مدام ريبيكا؟ نعم تفضلي. لك حبيبتي، أنا حكيتك هذيك الجمعة من شان المي بالأنطونية. تقلك شو موضوع الأنطونية، السكر امبارح بلشوا يشتغلوا عليه امبارح واليوم عم يشتغلوا، في سكر كان في عطل على السكر، شفتوا شيء شغيلة؟ أنا اللي حكيوني بالأنطونية الحدث كان موضوع سكر، اليوم قبل ما فوت على استوديو تأكدت يعني تلفنت على المؤسسة تشوف إذا مش الحال، قالوا لي بلشوا امبارح يشتغلوا تحت الشتاء كانوا عم يشتغلوا، وقفوا ما عادوا قدروا كملوا واليوم عم بيكملوا، ما بعرف لازم تشوفون للشباب عم يشتغلوا. إيه
في شيء ثاني غير هذا الموضوع؟ انا ميتنا نحن غير هاي المي، نحن لا ما دي... نحن ميتنا مدام بربك غير هاي المي. اي مي؟ لانه انا قالوا لي بال... مي الدشونيه نحن. مي الدشونيه. تفضلي تفضلي. مي الدشونيه نحن. ايه عندنا جيراننا حبيبتي اول بنايه ثالث بنايه جايه عندهم، نحن بالنص حطوا الربيج، اثنين وصلوا الربيج من شي شهرين، قطعوا لنا المي عندنا بالمره. طيب. بتجي عندهم المي طايفه على الطريق والمي لعندنا مش عم تجي. طيب انا في اطلب منك تعطيني اسم البنايه او اذا رقم الاشتراك او شيء تعطيني اياه تعرف بلغهم، لانه في شغلتين. لا ما بعرفوا رقم طيب شو انتوا باي بنايه؟ مدام انت عم تسمعيني عم عالي صوت كثير التلفزيون، وطي صوت التلفزيون اذا بتريد حتى اقدر اسمعك اكثر اضبط. اوكي مدام حتى اقدر اعرف اي بنايه، لانه عم تقولي ثلاث بنايات، بين البنايتين حدا قاطع عنكم المي. بدي اعرف البنايه لمين، يعني هيك بقول لهم في ثلاث بنايات، يعني المفروض يكون عندي اي بنايه. أو... هيدي لواحد درزه من بيت علم الدين، من بيت علم الدين. اوكي وين بالانطونيه؟ بالانطونيه حد مقفر الدرك. اوكي حد مقفر الدرك. اوكي انا هيك رح اقول تركي لنا رقم التليفون تبعك، اذا سالونا عم بتقلي دور صار عندنا رقم التليفون، على هيك اذا في شيء بيتصلوا فيكي مباشر وبيعرفوا مزبوط شو بيقدروا يعملوا. اوكي اهلا وسهلا فيكي، بس انا لانه اجى شغلتين من الانطونيه، لانه في انطونيه كمان حدث في هونيك السكر، كان من السكر كانت عم توصل المي، هلا عم ينشغل على تصليحه امبارح واليوم، هلا ما بعرف اذا بيخلص اليوم لانه كانوا ناطرين الشتاء اذا بيسمح له، لانه امبارح وقفوا اليوم هيئتها بعدها صاحيه، هلا ان شاء الله يستفيدوا من الوقت ويخلصوا الاشغال اليوم. كمان اتصال جديد. الو الو بونجور. بونجور مدام، معك سعيد زهر من تعبوره الكوره. ايه اهلا. عندي حد بيتي انا وبيت خيي طريق فرعيه. نعم. من خمسة شهور ست شهور وزاره الطاقه والمياه فحتوا مشان مدن بريش. نعم. لا زفتوا ولا شيء، طلعت عند رئيس البلديه حكيته. ايه؟ قال لي بعد بزفتوا، بعد في طرقات ما زفتوها بقلب التعبوره كمان فرعيه. معنا من ست شهور لحديت هلا لا عن زفتوا ولا شيء، والله العظيم طريق سيارتي واقفه على الطريق اللي عم بتضيعها، ماني قادر انزل على بيتي، لا البلديه بتزفتها ولا وزاره الطاقه والمياه بتطلع فينا. اف. هلا نحن اذا حكينا رئيس البلديه بيعرف وين. ايه طبعا بيعرف، ما انا بيتي على مفرق بيت رئيس البلديه. اوكي عظيم. نحن رح نشوف كيف قبلين، يعني تبقى ست اشهر هيك المي عم توصل، مش عم توصل يمكن المي، ما هيك عم توصل؟ توصل بس ما هن فحتوا ما مدن بريش ما رجعوا زفتوا الطريق تحفترت كلها ما بني قدروا. بكره بيجي الشتاء وبيجي ما بعرف والوحل وكله وكل الربيج فلتاني على الطرقات. صح معك حق. ماني قادر الوصول على بيتي، بس من بعد امره انه يسكروا هالجور اللي فحتوها، الانيه اللي فحتوها تقدر توصل على بيتي. على القليل زفتوا كوش وحده، لكانوا خلصوا كل شيء بيرجعوا بيعملوا اذا عملوا. صح اذا كانوا مخلصين. على القليل مخلصين، بس ما عني زفتوا لي تنقدر نوصل على بيتي. على القليل زفتوا طبقه وحده، لكانوا خلصوا كل ما شو بعدين بزفتوه مزبوط اذا هيك بالحسبان، الا اذا كانوا حاسبين بس طبقه وحده هونيك المصيبه. على حال بلديه هي مفروض انه هي تلح على الموضوع وهي تشرف تكون حاضرة على الأشغال عم تقوم فيها المي، كيف قبلانين ما بعرف. نحن رح نحكي لرئيس البلدية وبنشوف شو بجاوبنا. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور مدام. كيفك مدام ربيكا؟ نشكر الله تفضلي. بدي أقول لك إنه نحن بغرفين انضم النيسان سنة الماضية بعد مقطوعة المي وما بتجي، عم ببيعوا الستيرنات من المي من فوق من شمال. هلا بعضهم عم ببيعوا؟ ايه ساعة بقول انا عم بجيب كل جمعة ستر. اف. انا عم بجيب كل جمعة ستر. يعني عم بتصفي محسوبيات، ناس بيعطون ناس ما بيعطون، هلا المي بغرفين وحبالين عم تجي يوم بالجمعة وما بعرف اي ساعة بتجي بالليل او أوكي. بالنهار. انتو بتاخدوا من جبال ايه؟ نحن بناخد المحطة عنا بشامات. محطة بشامات بس تابعة على جبال. نعم. اوكي. ونحكي معهم مش بيقولنا شو بقى نعمل لكم. كيف شو اذا هن شو بدهم يعملوا لكم؟ مين بيعمل يعني؟ مش هن المؤسسه المصلحه بتهزي لهم العصا.
اهلا وسهلا فيكي. بما انه عم نحكي عن غرفين، كمان في اتصال كان وارد بموضوع اليوم، كلنا نعرف انه بحبلين في مكب اكيد بيرموا فيه كل بلديات جبال، وكان الاتصال من غرفين انه هالشاحنات البعض منها هو مطلع هالنفايات بتتشرشر على الطريق واكيد بتترك وراها اثر. نحن اليوم اتصلنا برئيس الاتحاد الاستاذ فادي مارتينوس وتمنينا عليه الإعازة لكل البلديات المعنيه اللي عندها هالشاحنات اللي عم تطلع، انه ينتبهوا سائقينا شوي بهذا الموضوع، وعدنا خير على الاكيد. كمان اتصال بكل الاحوال، موضوع النفايات اليوم موضوع كتير كبير، بتمنى اليوم قبل بكره يكون في حلول له، خصوصا قبل الشتاء، لانه كل النفايات عم تنوضع او بالوديان او على الانهر ومرات على مصبات مياه بتوصل على مياه البحر، وبتقطع اكيد بهالوديان على مناطق، على زراعه، على مصادر مي. من هون الخطوره والخوف. هلا اللي عرفناه بمنطقه بيت مري انه رئيس بلديه بيت مري وقف الاستقبال النفايات من اي بلديه غير بيت مري، لانه كانت عم بتاثر، وخوف من الاهالي انه تكون عم بتاثر على المياه الجوفيه، خصوصا بموضوع الديشونيه. يعني اذا اكتفوا فقط انه مياه انه فقط نفايات بيت مري ترمى بيكون كتير منيح، ولكن الافضل لما بيكون في مكان وعم ترمى فيه النفايات، ليش ما بيتحول لمكان للمعالجه، يعني قليل الفرز او بطريقه، يعني نوضع النفايات بكياس بشيء لحين ما ينوجد الحل النهائي يلي مرتقب، وان شاء الله ما يطول. كمان اتصال. بونجور. بونجور، يعطيك العافيه مدام ريبيكا. اهلا فيك. بس انا كنت سالك قبل بمره عن الليفان بوست، لما ندفع باداره الاعمال على 50,000 اذا هالتدريب اللغه اللي ما بيعطونا اياها، كانوا يقولوا انه اسباني او ايطالي ما بيعطوها شيء، بس هل تعرفت شيء حضرتك؟ لا يعني صراحه ما عندي جواب عنها صراحه. بعد ما عندي جواب. اوكي طيب ميرسي، اهلا وسهلا فيك، بس بنتابعها. كمان اتصال. الو. الو، تفضلي. لا انا حكيتني. تفضلي. الو، تفضلي. الو، بونجور. بونجور مدام ريبيكا. نعم تفضلي. مدام ريبيكا يعطيكي العافيه. اهلين تفضلي. معكي انا من سد البوسري عم بحكيكي، سمعتك عم تحكي كرمال المي. نعم. نحن صار لي 7 أشهر ما عم تطلع المي لعندي، نحن بالطابق الخامس بشارع المدور قبال هودي سرابيت المي. نعم. سمعتك عم تحكي انه هلا صارت عم توصل المي على كعب البنايه، عم تفوت على الطابق الاول عم تطلع، وعندي على الطابق الخامس ما عم تطلع، 7 أشهر عم زلزق مي من برا. مدام لقلك شغله، بالصيف بفصل الشحايح ما بتوصل. نعم. المي على الطوابق العاليه، يعني. نعم. بالصيف اذا كان في مي بتوصل، بس في فتره من الفترات باخر الصيف بصير في فصل شحايح، بينطروا ليجي الشتاء حتى تقوى المي، هيك بتصير ترجع تطلع طوابق العالي. من هيك بالصيف لما ما بتطلع بتسحبوها بالموتور. هلا اللي عم بيقولوا لي ممنوع نحط موتور. لا بالعكس، مش ممنوع ابدا، مش ممنوع ابدا، بتنسحب بالموتور وبتسحبيها. هلا ناطرين تتجمع شوي مي اكثر، وبترجع بتنتظم المي، بترجع بتجي بشكل طبيعي اكثر، تطلع على الطوابق العالية. عم تقولي عم لأنه تحكي ارقام تليفونات الناس اللي ما عم تطلع لعندهم المي، خصوصا بالسبتيه وسد البشرية، كرمال الشركه تتواصل معنا. مدام انا بتحبي تتكرمي بعطيهم اياها، مش هذا المشكله، بس انا عم بحكي اليوم المي. نعم. بهمها توصل المي على الطابق الارضي بالنسبه. نعم. لها كمصلحه مي انه هي وصلت المي، بس. نعم. انها تطلع على الطوابق اذا ما في قوه بالمي ما بتطلع، وهلا ما عندهم قوه، بس مثل ما فهمت انه الاحد بالليل. نعم. كانت قويه لدرجه طلعت على الطوابق. يعني وصلت على الطوابق. عندك الظاهر بعد واصله ضعيفه، يعني حتى جيراني بالثاني بفعل اول تبع الثاني ما عم تطلع، هيدي هي، لكن بعدها مش قويه كفايه. من هيك بس توصل المي على البنايه فيكم تطلعوها بالموتور، بتسحبوها على الخزانات تبعكم لحين ما تشتي ويصير عندنا كميه مي اكثر. هيدا اللي كنت عم بقوله. اتصال. الو. الو. الو، تفضل. الو، مرحبا. اهلا مدام ربيكا. تفضل. الله معك. اهلا وسهلا، تفضل. انا رضا الله يوسف من بلده رحبي عكار. ايه اهلا فيك. انا عندي مي دام بيتي اصدر مي الاميه. نعم. مفخوط له من 6 شهور. اف. ايه من 6 شهور ابدا، ومصلحه المي بحلبه صرت مراجعها اكثر من 20 مره و30 مره. واجوا لهوني بحشوا قدام الباب عندي، وقالوا 6 شهور هلا مبحوش والمي
المي يعني نازل على الطريق ومانا ما حدا ما يجي ابدا 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 ولا باي شكل من الاشكال. اف وين برحبه؟ برحبه حاره الشريفه. حاره الشريفه اوكي. نحن بنحكي حلبة. يعني غريب، ست اشهر تركين القصر مفتوح والمي رايحه هدر والعالم قاعده عطشانه، يعني كمان هيدي في مسؤوليه. ما المشكله استاذ انه ما حدا بيراقب، ما حدا بيعاقب يعني، لانه تركين المي هدر، لا حدا عم بيراقبهم، لا حدا بيقول لهم، والناس عم تدفع حق المي والمي ساريه قدامها وما حدا عم بيصلحها، يعني هي جريمه هي. لانه كل نقطه مي بدنا نحافظ عليها. رح احكي مع مياه حلبة. صورة اليوم نشوفها سوا. يعني صراحة هو يعني موتو وحامل موتو، يعني ما بعرف كيف، وين قانون السير، وين الغرامات، وين المراقبة، ما حدا شافهم يعني. أكيد هون بطريق عام وقاطع على مرأة من كل الناس، مش معقول ما يكون في بوليس أو رجل بلدي ولا حدا يراقب، إنه معقول لو صار له شيء مثلاً. هيدا الموضوع على كل حال، موضوع السير هي سلامة عامة وهي ثقافة قبل ما يكون غرامة وشي تاني. بعطيكم موعد بكرة، إلى اللقاء.